معانا تليفون من واحد من تجار المخدرات، هو ديلر موجود على الهواء بس هو الحقيقة رافض يقول اسمه. نبيع يعني الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معانا؟ معاك مصطفى سعيد يا باشا. ازيك يا مصطفى؟ انت بتشتغل ايه يا مصطفى بالظبط؟ احنا بنتاجر في المخدرات يعني. لاننا لا نخشى الا الله يا اولاد المت. بتتاجر ازاي يعني؟ بتعمل ايه؟ بتجيب المخدرات منين وبتبيعها فين وبتتاجر في اي نوع من انواع المخدرات يا مصطفى؟ بنوزعها على الشباب. هنتاجر فيها ازاي يعني؟ بتوزعها فين؟ وايه نوع المخدرات اللي انت بتوزعها؟ حشيش، افيون، حشيش، بانجو، حشيش، ترامادول، حشيش يا باشا. طب هات لي بنادول يا معلم. طب ايه اكتر نوع مطلوب عندك يا مصطفى؟ ما هو الحشيش هو اللي شغال الناس كلها بتشربوه، هو اللي شغال في الشارع. بتبيع كام بكام منه الحشيش ده يا مصطفى؟ بتبيع كام بكام منه الحشيش ده يا مصطفى؟ ببيعه بكام؟ كام بكام يعني؟ تاني معلش انا عارف هيجي بعد كام ده يعني، مش سؤال. الشعب كله عارف. تخاف من الضرايب يا مصطفى؟ ما تقول يعني، مفيش حاجه. بيس يا مان بيس. بيتباع، انت عايز الكميه؟ بيتباع الصباع ب 100 جنيه، في صباع كده بيتباع ب 100 جنيه. طب مين اللي بيشتري منك؟ الطلاب وبيشتروه. مين اكتر ناس بتشتري منك؟ شباب قد ايه يعني؟ سنهم كام سنه تقريبا؟ من كام لكام؟ كل فئات المجتمع بتشتري. في كل الاعمار؟ كل الاعمار وكل مفيش فئات. مفيش شريحه اكبر من شريحه يعني؟ ايه؟ مفيش شريحه اكتر من شريحه يعني؟ الكبار اكتر من الصغيرين، ولاد اكتر من البنات، البنات اكتر من الولاد، ولا؟ لا يا باشا، كل فئات المجتمع، ناس محترمه، ناس مش محترمه، كله بيشرب مخدرات. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. مش سالتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى سيادتك. طب اجاوب سيادتك. طب كله بيشرب مخدرات. طب انت بتجيبه منين؟ بتجيبه منين يا مصطفى؟ سعادتك احنا ما بنجيبش حاجه. ما بيجي لك ازاي؟ الحكومه اللي بتدخله، انا ما بجيبش حاجه. الحكومه بتدخله ازاي يا مصطفى؟ طريق ناس ثانيه يا باشا. ناس تانية ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني عن طريق رجالة تانية ليهم، هو مش هيجي هو يبيع بنفسه. هم بيدخلوا الرجالة وبيحموا الشغل. فضحتني يخرب بيت ابوك. واللي بيقول لك والرجالة التانية دي هي اللي بتقول لك ان احنا بنجيبه من الداخلية؟ اكيد طبعا يا باشا، احنا عارفين الكلام ده. مين ما يعرفش البلد ان الداخلية اللي بتدخل السلاح ولا بتدخل المخدرات؟ هركبه الف بيه مصر كلها عشان كل المصريين يشوفوني بعينيهم وانا راكبه. طيب وانت عن طريق المسؤولين يعني، عن طريق المسؤولين فاسدين في البلد بيدخلوا الحاجات دي، هم اللي بيساعدوا في كل الحاجات دي. وانت في مره اتعرضت ان حد من الداخليه حاول يقبض عليك او حاجه يا مصطفى وانت شغال؟ لا مفيش. ولا انت شغال في امان ولا شغال ازاي؟ لا بنبيع براحتنا الحمد لله رب العالمين.